نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر؟ خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة؟ ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء؟ ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر؟ ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة؟ ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. طبعا زي ما شفتم، ده البرومو الخاص بالموهوبين والمبدعين اللي احنا بننتظر مسابقة نجوم التاسعة في برنامج التاسعة وعلى صفحتنا على الفيسبوك. هي أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب في الغناء، الشعر، القصة القصيرة. وطبعا التقديم في المسابقة زي ما بنقول لحضراتكم دايما إن هي هتكون حتى نهاية هذا الشهر، نهاية شهر يوليو. ابعتوا لنا على صفحة التاسعة وتعالوا نشوف مع بعض عدد من المواهب اللي بعتوا لنا. تعالوا نتابع. أنني مت في الغرام فدانا وأنتم بها بعدي جيت وحبيت، ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. ما تقولش حب مبقتش عايزة حاجات كتير، كل اللي انا عايزة سعيدة بالمبدعين، لأنه يعني مصر ولادة ودايما فيها مواهب.